مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفة اليوم راح تكون دي كريب سالي. نخلط 3 حبات بيض مع قرصة ملح، من بعد نزيد لهم نصف لتر حليب، نضيف 250 غرام فرينة، وملعقة كبيرة زيت، ونصفي الخليط باش ما يقعدوا ليش هذوك الحبيبات. نغطيه ونخليه يرتاح ما بين 15 الى 30 دقيقة. نحضر الحشو، نحط الزيت في المقلة، نزيد البصل، من بعد نزيد الثوم ونخليه يتقلى. نزيد له حبة زرودية مسكرفجة وحبة قرعة مسكرفجة. نزيد له شوية ماء ونغطيه ونخليه يطيب. من بعد نزيد له اللحم المفروم، فلفل الكحل والملح. درت شوية فرينة وشوية ماء، هادي العقدة باش نلصق بها لي كريب ما يتحلوليش. نحط لي كريب ديالي فوق المقلة باش برك ياخدو لون.
كانت هذه وصفة اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، وإلا جربتوها أبعتوا لي صورة على الانستغرام. سلام.